يعني بسبب المدير كرهنا التعليم، بسبب المدير يعني احنا كنا بنحبه كرهناه بسببه. دلوقتي كل واحد بنفكر نطلع لعيب الكوره وربنا معانا في الفرصه دي. انت اصلا في سنه كام؟ في ثالثه. ثالثه ايه؟ ثالثه اعدادي. انت شايف مستقبلك في البلد دي عامل ازاي؟ مستقبلي الصراحه مش في التعليم. مستقبلي في الكوره. تاني كده بقى الجمله دي. مستقبلي مش في التعليم، في الكوره. مستقبلك مش في التعليم، في الكوره. ايه رايك في المدرسه؟ زفت خالص. ليه المدرسه زفت خالص؟ اصل انا وده صغيره جدا 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 جدا. فلاشيميه. انت بتروح المدرسه تنام؟ ايه بتروح المدرسه تنام؟ لا بس ضيقه الدكك صغيره ومكسره. ده المدرسه بالنسبه لك كده؟ انت ما بتحسش انك لما بتروح المدرسه انك بتستفيد اي حاجه؟ المدرسين بيخشوا يكتبوا الدرس ولا بيشوفوا اي حاجه. فالمدرسه بالنسبه لك ملهاش لازمه يعني؟ ايه المدرسه بالنسبه لك ليها لازمه ولا ملهاش؟ يعني اللعب اوفر. الايه؟ اللعب اوفر. تلعب احسن من المدرسه. ماشي شكرا حبيبي. قول لي انت بتروح المدرسه؟ طبعا. بتحب المدرسه؟ اكيد يعني. جبت كام السنه اللي فاتت؟ 250. من كام؟ من 300. حلو. انت في سنه كام بقى؟ انا في دلوقتي اولى سنه. يعني السنه اللي فاتت كنت في ثالثه اعدادي. ايه اكتر ماده بتحبها وبتجيب فيها درجات كويسه؟ الدراسات الاجتماعيه. تاريخ والجغرافيا. بتجيب فيها كام من كام؟ لا مش فاكر بقى السنه اللي فاتت. طب انت جبت كام في العربي؟ لا ما خدتش النتيجه. طب السنه اللي فاتت كنت جايب كام؟ برضه ما خدتهاش. الله. قول لي انت بتروح المدرسه؟ اه طبعا. ايه رايك في المدرسه؟ المدرسه عندنا بنبقى خمسه مثلا وما فيهاش حد. ليه بقى؟ ايه؟ ليه ما فيهاش حد؟ مع مدرسين ما لازم تاخد درس عشان خاطر تنجح ولا يعني. انا معايا واحد صاحبي اسمه محمود بدوي. ده معايا من سنه اولى، بس هو اصلا ما بيعرفش يكتب اسمه. تمام. في ثالثه اعدادي. ازاي؟ دخلها الفصل 182 عيل، العيال بيقعدوا على الارض من كتر الزحمه اللي بتحصل. بس يا جدعان سيبوها يا جدعان. شوف انت بقى لما حضرتك الفصل فيه 82 عيل، الواحد بيدفع 700 جنيه بس. يعني استغلال. هو بياخدوها يحطوها في جيبهم، يقول لك عايزين نصلح الدكك اللي في المدرسه، عايزين نبيض، والمدرسه معفنه والدكك اللي احنا بنقعد عليها بتقطع لنا البنطلونات. بس فما فيش اي اصلاح بيحصل في المدرسه. ما فيش يعني قليل. انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ يا رب انا ان شاء الله ظابط طيار. باذن الله تطلع ظابط طيار ان شاء الله. شكرا حبيبي، الف شكر.